هذا السائل يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزيارة للقبور على ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زيارة القبور على ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة شركية، وزيارة بدعية. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. زيارة الشرعية معروفة، تزورها للسلام على الميت والدعاء له، هذه الزيارة الشرعية. زيارة شركية يزورها لتوسل بالأموات وطلب قضاء الحوائج منهم، هذه زيارة شركية. زيارة بدعية أن يزورها على غير الصفة الواردة في السنة. البدعة ما خالف السنة، أن يزورها على غير الصفة الواردة في السنة، يسلم على الميت ويدعو له ثم ينصرف. نعم.